أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. عملوها تاني وأحرزوا الهدف التاني. الهلال الزعيم يحرز هدف التقدم الثاني عن طريق ركلة جزاء نفذها المايسترو سالم الدوسري على يسار الحارس، والحارس يذهب إلى الزاوية الأخرى. يا سلام عليك يا سالم يا لعيب، هدف رائع للغاية. الهلال هدفين، الاتحاد هدف. مباراة رائعة. يا ترى الاتحاد العميد هيعوض الشوط الثاني ولا كده خلاص الزعيم فرض سيطرته على اللقاء؟ تابعونا لمعرفة من سيفوز في الكلاسيكو الرائع.